السلام عليكم، ماذا تعرف عن الحديد؟ الحديد وما أدراك ما الحديد؟ هذه ليست مجرد كلمات عادية تمر أمامك، ولكنها تحمل أسرارا سبقت العالم بمئات السنين. ستدهنك بشكل لا تتصوره حينما ترى الإعجاز الذي فاق التصورات وعقول البشر وقتها، الإعجاز الخارق للعادة. والنبر هو ما تحدث عنه القرآن عن الحديد في سورة الحديد، ومن فرط الإعجاز السماوي الذي وضعه المولى عز وجل في معدن الحديد ومنافعه الجمة الإنسانية، سميت هذه السورة باسمه، حيث أصبح الحديد ثورة في تاريخ البشر. وما ستسمعه الآن سيدهنك حين تعرف أن الإسلام والقرآن سبق العالم والبشر بمئات ومئات السنوات. فيقول المولى عز وجل في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فقال المولى عز وجل: أنزلنا ولم يقل خلقنا. فما هو الإعجاز إذن؟ كلمتان مختلفتان تماما. أراد الله بهم أن يوضح لنا الفرق الشاسع ما بين الكلمتان. فاكتشف العلماء بعد أكثر من 1000 عام من نزول القرآن أن الحديد لم يتكون داخل الأرض كغيره من المعادن، وإنما نزل من السماء تكوين الأرض في بدايتها منذ ملايين وملايين السنين. المفاجأة المذهلة أن الحديد لم يتكون داخل مجموعتنا الشمسية أصلا، وإنما خارجها. فتكوين الحديد يستلزم طاقة غير موجودة على الأرض ولا حتى موجودة في المجموعة الشمسية، فالطاقة تتجاوز طاقة شمسنا نفسها. ويكفي أن نعرف أن الاندماج النووي لتكوين ذرة الحديد يستلزم درجة حرارة تقدر ب5 بلايين درجة مئوية، وهذه الحرارة غير متوفرة حتى في الشمس أصلا، وتتجاوز حرارة الشمس بشكل لا يتصوره، فيبلغ درجة حرارة سطحها 6000 درجة ومركزها 15 مليون درجة تقريبا. إذن كيف أتى الحديد؟ أتى الحديد من النيازك والمذنبات التي كانت تضرب الأرض منذ ملايين السنين، فاندمجت في الأرض وفي لبها وفي مركزها وعلى سطحها، ليكون الحديد لم يخلق داخل الأرض كخلق البشر والحيوانات مثلا، ولكن خلقه الله خارج مجموعتنا الشمسية ثم أنزله على الأرض بعد خلقه. وهذا تطبيق صريح للآية الكريمة: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الغريب أيضا أن قلب الأرض أي مركز الكرة الأرضية ولب الأرض يتكون من الحديد، ولو الحديد بنسبة كبيرة في الأرض فلم تكن تنشأ الحياة في الأرض أصلا، فالحديد هو من أعطى الأرض مجالها المغناطيسي، وهذا المجال هو من يحفظ على غلافها الجوي محيطا بها ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية القاتلة المنبعثة من الشمس. ولهذا ستجد أن سورة الحديد تتكلم عن خلق الأرض، بمعنى أن الحديد نزل على الأرض أثناء خلقها، فلولا وجود الحديد لن يكون لك وجود. ولهذا كان الحديد سورة مخصصة يوضح لنا الله متى في إعجاز كان يتخطى حدود البشر وقتها. المصادفة أن سورة الحديد تقع في قلب القرآن مثل ما يقع الحديد في قلب الأرض وربها، فترتيب سورة الحديد 57 وسور القرآن 114 سورة، فسبحان الله عز وجل.